نوال جباس، ناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كانت عندي فرصة باش أنه ساهمت وشاركت في صياغة القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. القانون هذا الحمد لله صادق عليه مجلس النواب في 30 جوان 2020، وخرج في الرائد الرسمي فيسع نهار 3 جويليا 2020. القانون هذا مهم برشا في تونس، على خاطر ولا عنا اعتراف قانوني سياسي زادة بهالمجال التنموي الاقتصادي وبخصوصيته. خاصة القانون هذا مهم زادة على خاطر ينظم لنا القطاع، شكون اللي فيه شكون ما فيهش، يعطينا، هو قانون إطاري يعني مرجعي، اللي حاجته بأي حاجة فيه باش يعرف على مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يرجع للقانون هذا. هذا مهم زادة على خاطر يحدد فيه مسؤوليات الحكومة ومسؤوليات زادة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكيف ما كل شيء إذا كان نحبوا نخصصوا له تمويلات ولا تشجيعات يلزم يكون فما مرجع قانوني تشريعي نعتمدوا عليه باش نشرعوا تمويلات اللي تشجع المجال هذايا. قانون خرج كيف ما قلنا في جويليا، لكن مازال عنده الأوامر التطبيقية باش يكون حقيقة فاعل. ناقصوا النصوص التطبيقية متاعه اللي هي الأوامر واللي هي المناشير اللي تخرج على الوزارات. القانون هذايا في الفصل في الباب الأول متاعه هو فيه 6 أبواب و24 فصل. في الباب الأول متاعه اللي فيه أحكام عامة إضافة إلى التعريف وأهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي نحبوها في تونس، يعرف زادة بشكوني المؤسسات اللي نجموا نطلقوا عليها مؤسسة اقتصاد اجتماعي والتضامني. وفي أول سطر منه فيه التعاضديات ومنها الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. السطر الثاني اللي فيه مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى التعاونيات وعدد من الجمعيات. وكذلك خلى الباب مفتوح إلى أي نوع من الشركات أو من المؤسسات اللي تحب تخدم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنجم تخدم في هالمجال، شريطة أن تستجيب في قوانينها الأساسية وفي أنظمتها الداخلية إلى المبادئ وأهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هيكل الفلاحين اللي قلنا هما بطبيعتهم داخلين تحت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هما شركات تعاونية ومجامع التنمية، ولكن القانون يقول بالرغم من أنهم بطبيعة قانونهم الأساسي تحت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكن باش يوليوا زادة لابليزي، يلزم يكون عندهم لابيل ESS اقتصاد اجتماعي والتضامني، على خاطر باش يقع تسجيلهم وباش يتعرفوا. فما عبيد ما تعرفش شركة تعاونية، أما كي ترى لابيل ESS كيف ما لابيل بيو مثلا يعرفوها هما تابعين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من الفوائد أنه حتى على التسويق يبدأ عندك لابيل، هو راهو لابيل اجتماعي يتسمى، يساعد على التسويق في تونس وفي الخارج، ويساعد زادة الدولة في أني تعرف شنو ما هالهياكل، قديش مهم أن نعرف قديش عددهم قديش وزنهم باش تعرف قديش تشجيعات توجه لهم قديش خدموا إلى آخره. القانون هذايا إضافة إلى لابيل ESS اللي هو لازم يصير وينجم يكون نسميه فايدة زادة بالنسبة لهم، القانون هذايا حط عديد الخطوط نقوله ولا الفصول اللي تقول يلزم المؤسسات هذية تنتفع بعدد من الفوائد الخاصة بها، لكن ما فصلهمش، خليهم للأوامر التطبيقية. كما قلنا من الأول يلزم يكونوا فما أوامر تطبيقية، من بينها نجم نقول ويظهر لي ناس كل تلوج على التمويلات، قال أنه يلزم يقع
تخصيص خطوط تمويل خاصة بمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعطاها حاجة باهية زادة، نسبة من الطلبات العمومية تكون خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كيف ما أعطاه هو المؤسسات الصغرى والمتوسطة تقريبا 20% من الطلبات العمومية، أما مازال ما حددش النسبة. قال زادة مهم وهذا احنا طالبنا به، يلزم فما بنوك سميناها بنوك تعاضدية مختصة في تمويل مؤسسات، على خاطر صعيب ونعرفوا اللي توا صعيب باش تلقى تمويل. مادام احنا في مجال واعترف اللي هو منوال اقتصادي، نعملوا له زادة الأذرع المالية اللي باش تمولوا. حاجة أخرى زادة باهية، عمل خط ضمان وهذا مهم جدا، يعني حتى بنوك مش توا باش يقع تحب لها وقت، اما خطوط التمويل ديما عند البنوك تقول لك شنو الضمان. القانون هذا قال سيقع بعث خط ضمان لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، يعني يولي عندك صندوق خاص يضمن لك عند البنكة التمويل متاعك. هذه من بين العديد الامتيازات الجبائية، المنح قال اللي يلزم نحطه لكن مازال ما خصصهاش، وهيك علاش احنا توا نحبوا نسبوا في ان الاوامر التطبيقية تخرج في سنة. توا وزارة الفلاحة عندها هياكل تحت الإشراف اللي هما الشركات التعاونية ومجامع التنمية، هي عندها آلية اسمها صندوق الفوزداب اللي هو الصندوق الخاص لتمويل القطاع الفلاحي، هو ديجا عنده خط شي تسمى هو قرض تنجم تعطيه لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنجم بعد القانون هذايا تحين النص القانوني اللي هو الأمر وتعطي القروض هذه الميسرة للمؤسسات هذه. مع هو إلى حد الآن موجود قانون الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي، عندك بعض التمييز الإيجابي الخاص مؤسسات هذه كيفما الاستثمار في مجال الميكنة مثلا، وإلا عندهم تقريب 60% كمنحة خاصة بالإس إم إس أو جي دي أ، إلوغ كو الفلاحين الخواص من 50 ولا 55% فقط، دونك عندهم مزيدة مش كبيرة، لكن احنا يتشجع تحاول تشجع وزارة الفلاحة المؤسسات هذه في قانون المالية مش 21 خاطر ديجا حضر، اما تنجم في قانون المالية متاع 22 تزيد تعمل له امتيازات أخرى خاصة بالمؤسسات هذه. مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي قلنا هي تكون بالحق هي مثال توا نعطيو فيه، هما الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، هي تمثل موقع لتشغيل الشباب، تشغيل الإطارات وتشغيل اليد العاملة. هذايا كمؤسسة، دونك إذا كان الدولة تشجع وتعترف بالقطاع هذا وتعطيه تشجيعات، يعني نجموا نبعثوا مؤسسات أخرى فلاحة ينجموا يتلمدوا يعملوا مؤسسات أخرى، وبالتالي باش يخدم المدير الفني وباش يخدم تكنيسيان وباش يخدم اللي باش يسوق على التراكتور، دونك هي مجالات اللي بعث مواطن الشغل. وفما المؤسسات تاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي في وسطها احنا بيدنا منتفعين بالسيرفيس واحنا بيدنا اوني سالاريي معناتها نخلصوا منهم، هذوما نوع اخر مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيف كيف وقت اللي الدوله تشجع عليهم، معناتها انا نجم نبعث مؤسسه فيها 3-4 لتحويل منتجات الفلاحيه، نجم نكونوا 3-4 نساء في المنطقه، عندنا انتاج فلاحي كيف مثلا المشماش نتاع القروان اللي يجي فرد صابه، كيف ما الخضر في المناطق السقويه، نجم نتلمدوا ونعملوا مؤسسه اقتصاد اجتماعي والتضامني اللي هي باش نخدموا فيها وباش نبيعوا منتوجنا، اللي باش يعاوننا انه الدوله باش تعترف بينا، يعني بالقانون هذايا باش نولي انا كي باش نمشي نسجل المؤسسه نتاعي نلقى القباضه تعرفني،
باش نمشي نحل كونت نلقى البنكة تعرفني، باش نمشي للسجل المؤسسات نلقى سو ريجيستر يعرفني، باش نمشي للمندوبية الفلاحة تقول ياو عندك خط التمويل هذايا خاص بك انت، باش نمشي للبنكة هذايا بالطبيعة في المدينة الفاضلة في أحسن الحالات، لكن هذا الهدف هذا اللي نصبوله احنا. البنكة تقول يا انت مؤسسة اقتصاد اجتماعي تضامني عندك لابيل عندك خط ضمان للقرض متاعك نجم مولك الاستثمارات متاعك، لابيا كيف كيف تقول يا عندك منحة تفاضلية تفضل هات ملفك ولكن انت عندك ليني خاصة بك انت.